marka fiirisid kelimaadka khatarta ee laga yaabo qofku inuu ku dhaco waxa nabigu ino sheegaya sallallahu alayhi wa sallam nin ayaa la hadlay nin xumaan sameynayo ku jira markaasuu ka xanaaqay markii dambe markaasuu wuxuu ku dhawaaqay kelimad uu leeyahay wallahi laa yaghfiru allahu lifulaan xumaantiisay wuxuu sameynaya markuu arkay buu yidhi ilaahay baan ku dhaartade ilaahay u dambi dhaafi mahayo hebel ilaahay u dambi dhaafi mahayo إلهي سبحانه وتعالى وحي لي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان وهي متك يقول دارنا يا أنيغا إن أنا هيرب الدافعين يا أغيسيي يا دالعسيي فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك جوابتي وحي نقطة كلمة دي وكنا واقعين إنك أسكس الله بطي إلهي إنو كيري هبل ونضافي متك آلا ذا إلهي أضافي ما هيو أنا ربي جيسه ودافي هذا أنا عمل كجواب بريي يا كتنك كلمة داس وحي هلاكتي خير كيسي ودماء وهري لها وحي هلاكي كلمة دا خطرتا أو كل واقع ما أنتنا وحي معروفة أو قفو البدريمي كرا قلب يا الصبح يا واك استوبريا كلمة لغاية ومدك استوى مدك كالينا كشر بضانتهاي أيال لأديك سنيا الله استعمالي بل وحي وأبضت أوجارتي إن كلمة داس خطرت إن قف كنت ضوبه وأمد إلى مرخاتك هذا كلمة خطره نوع عصينا بره بالشدة الصادقة أجاد أو أصي أو مقل يا مقالة وحلا وحي أفكي سوء كره وكوها طلعي هديتهاي قبائل هي أم ظل اسكوك عنا هيو والله اسكو ديرا هيا كلمة دا أمد هلاقة هيا وفتن أهر سيدة هيا وعرائي الدقال هي وحلا مدى آيتا هيا هدايتا هكو الدين تلقو عاية يو اللقو أفلقادين هيا هدايتا هكو الشركيات آه ومد دي وحويا نحدو دي لغلا جهرة هيا وميد ياه يبراها بلشادة لصوتنقة هيا وشركيات آه آدي آد كلمات أفرا بضان أوكل الدول أيا وحويا ما أنت الله هلاي شيطان او هلاي ماشي او كفافين لها او قفكان waxa weey kelimadiisa u baraha bulshada meelba ku gaarsiin laha ayaa muqata arintaasi arin aad iyo aad u khatar weyn hadii shalay kelimada aad oranaysay ay ku koobnay adiga iyo hebel dhixdina kali ah maanta kelimada aad oranaysa waxa laga yaaba malaayiin al malaayiin inay dhageysanayaan daafaha adduunka kuwa jooga qalbigooda ay saameyn xun ay ku yeelato adiguna aadan dambigaas waxa weey aakhira aadan xambili karin oo qaadi karin nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam nin saxaabiyaha su'aal weydiiyo wixii rasuulka ilaahay yow man najaa badbaadadu xaggee ku jirtaa saxaabada waxa ugu muhiimsanaa su'aalahooda waxa aakhira ay ku badbaadayaan oo diinkooda uu ku badbaadayo ayaa su'aashoodu ay ku wareegayso nabiga weydiinayeen kaleeyhi salaatu wassalaam waxay tusinaysaa iimaanka iyo meesha ay ka gaareen rumaysnaanshaha iyo macrifada ilaahay ay u leeyihiin cilmiga ay leeyihiin markaasaa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam carabkaaga xifdi lisaankaaga iska qabo waa kow waliyasacka beytuka gurigaaga ha ku waasic noqdo oo haddaadan masaalix iyo dana khayra aadan ka shaqaynahayn u baxahayn gurigaaga kaga dhuuma sharta qodobka ugu dambeeya nabi wuxuu wabkii calaa khati'atika waxa ka dhacayo dambiga ah oo gafka ahna ka qoomay oo ku booy oo kama taqaana ku booy waxa laga wadaa qoomama iyo shalay toobadkeen qofku inuu kala yimaado marka saxaabi kale nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu weydiiyey su'aal muhiim ah xadithni bi amrin a'tasimu bih أرين أن كده جو أو أن كده حلا أو أن قبض إيشك؟ ركز النبي يقول ربي الله ثم استقم قل آمنت بالله وشرته وحتى على إلهي من رميي ربي جي وربي جي كنا تصنو كلمة ده مرها كده واقد إلهي من رميي كتصنو وحي كفر سفرته وحي كاري بيسنا كا سؤال لبعد بكل علي وحي ما أخوف ما تخاف علي waxa ugu badan oo ay iga baqaysaa maxay
مركز النبي وعرب كي سقبت صلى الله عليه وسلم وأويري هذا مدوحة أقبضا وأكاقا بقيا واللسانك خطرت أولي هاي أي نبي موتيني عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أهل العلم وحي إلى ذا سيد عبد الله بن مسعود علي هاي ما شيء أحوج إلى طول السجن من هذا اللسان وحو قبا هبا الحبس إن لا دقوه ووليب حبس قان لقصو الصارين وحو قبا هبا ذا عرب كما يجرد عرب كإن لحره وحبس إن لا دقوه وحو قبا هبا ذا الملك. الإمام النووي وحو لي هاي اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر فيه المصلحة. وحابون قفك إنه اللسان كي صاد وحرته وهذا لن اسكحره إلا هذا المصلحة دي سؤي موقتا معنا هذا المصلحة دي سئي وناجي سئي خير كي سؤ ظاهر يهي موياني هذا لذا كلاد لن اسكحره. عمر بن عبد العزيز فرهيب قري الإمام الأوزاعي وحي فرهين تاس أنيقا إيا ننكلا أيا حفظي الني فرهين تاس وحي أحي كلمة دي مركو صوشر حي أما بعد دادارا كيسي وحو كالنقاي وحادو قاتان قفكي بضي حصوص تقيري دي مشادة رضي بالدنيا من اليسير الدنيا وحي وقنع هيا وحير قفك نفتي سكوب ضياء لما شضى يحسوس تيدا وحير الدنيا أبا كف اللعنة هيا مركز وحي يري قفك حسابي هذا الكيس إنه آخر الوحي حسابين يكون ترقلا عمل كيسان أكمد نغضا قل كلامه هذا الكيس ويران يا لماذا كلمه أيو قرين أدر دارك عربك وحا كسوغا لبا مصيبة أول الربا مدول بين لقا إلالية وآفة السكوت عن الحق قفكو إنو حقي كآمصوه واللسان كي أوسن خير أديك سنين يقول نغضا قف حمانتا كآمصوه خير كي وناقا كآمصن أهل كي سآن فرهين ساحب بدي سانون سيحين هين أو إلا هذا وح شرع يا وح خير لبضى واللسان كي جوا كحر تانو قفك عرب كي سكحر خير كا وشيطان مصن عاصم لله ويا النبي محمد وحول لي عليه الصلاة والسلام قفك حمان أركا جعنتي سها كزوليو حدونا أودن لسان كي سها كزوليو لسان كا جونو شقيه وخير كا وشقيه والله جربا دا خير كحرتي شيطان مصن بعض كان كلا وحوية آفة التكلم بالباطل عربك انت اللي سيد دا يقول الله فراه انه باطل كوحة الله كاسنا وحو نقونا يا شيطان الناطق شيطان دواقع يا ايو نقونا يا باطل هدو استعماله داد كبدن كودنا هذا الكود مميزان لبدا سنبي أبدايين داد بدن وكمدا إلا إله سبحانه وتعالى إنه أن حريستي موياني أين كود دالنا ولا ليال لسان كان إنا خيرك وأديك سنه وأنن خيرك وغب خيل قرابة إنا أمنا صيحينه درس كإنا أمنا صيحينه مجتمع إنا لو داقنا وأمنا صيحينه وحايكوها قاقيان الدون كودي أخرده وكوها قاقيو حق إنا أنك غب خيل وحق أنكو أهانك وعدين تيسجيسيالكو آدي آد حلها الله سيقا صعب مجتمع إنه وحو أبها هي وعي الجلين آدي آدو فربضا آدي آدين قبيا لد اللوغة وعي الجليو لباتضع إيمان تهيكوها إيسا مجتمع آد بان الدريمين أيغو أول بقبيل يقبيا لد لباتع إيكوها إيسي مسنو حويان مامول قواليديا يكوح كوح يا مامول لضي أسيك لد اللاعين عليس كلا أي أيضنا إسيكور إيسي وإن دادك مسلمين تان لغا شقيا إني مد نقضان oo loo muujiya oo laga wacyi galiya aafooyinkaas qabyaaladu ay leedo aad u faraha badan munkaraadka dhaahirka ee banaanka yaala ee akhlaaqdi iyo dhaqankii fiicnaa iyo xishoodkii baabinaya waa in waxa weeyaa mujtamaa laga wacyi galiya oo qofku uu noqdaa
قف ما وحي يربع الله كدجة هجاتين تأمضى قيب وين النقطة متك هجاتين يا مسكشقين يا إصلاحة يا وناجة وناجة كشقين هيا وين أتقرب سيسا هديك اللفتي قال وحوين بعد قبان كرتا ده جنا عصادت هاي هذا تهي متقعنا سلطان يا نبضان يا مت عاقل آتهاي ده تهي علماء ده تهي طالب العلم قف كاستكال أنت لجرب هذو كصابح وحبضا أو بضا أي إنه هجاجية إلهنا سبحانه وتعالى مجتمع إن هينه هجاجيو الفاض لفاض الفاض دينا يلسان كنا إلهي سبحانه وتعالى إنه حفظيو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.